عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا طبعا انا اعتذر عن عدم الحضور، يعني صار لي موقف كلش يعني لا احسن عليه. ان شاء الله يعني اعوذكم بالقادم ان شاء الله. طبعا تشرفت اليوم قادي الدعوه وان شاء الله اكون عند حسن عنكم. انا دكتور حسن يا رحيم، مجزل فيشل بس دكتور، بعض منكم جزء يعرفه جزء لا. ان شاء الله اتقدم لكم شيء اللي يفيدكم. طبعا الاخوه الزملاء الدكتور الحسين يعني اطلعوا على موضوع انه اتكلم لكم عن مزيلا فيشل واتكلم لكم عن السوشيال. كان المفروض انه انا اجي اسوي لكم فلوس السوشيال، بس ان شاء الله ما راح يصير ذاك الليل يعني جاب كبير، لان هو نزل فيديوهات ان شاء الله استفادوا منها بطريقه شرحي، وهي نفس ما راح تكون انه انا حاضر وياكم. راح اعطيكم فد برنسبل على السوشيال، بعدين اعطيكم المحاضره مع المنزل لوك، واذا اعتقدون العكس ابديكم بالمنزل لوك وبعدين هذه فانتم كيفكم شو تحبون ابدي انا حاضر. تردون احكيكم عن المنزل لوك؟ يا الله المنزل لوك فيشال. طبعا المنزل لوك فيشال يعني هي الدراسه اللي انتم عارفينها والطريقه الاطول بالدنتستري كله. هو البرانش الوحيد اللي هو بي بورد، البرانش الوحيد اللي هو بي الاقامه الخدمه. يعني بقيه الاقسام ماستر او قد يكون الدبلوم وغيره، لكن المنزل دائما احنا نسمع انه هو الطريق الطويل هو ما اعرف شنو، انتم راح تسمعون كلام من الناس وهذا الكلام اغلب هو كل من اللي يشوف الصوره يحاول ينقلها لكم. اللي انا اريده منكم حتى انا من دخلت المنزل طبعا هواي سمعت كلام وبقيت متفتت به لحد ما بعدين انا اتخذت القرار اللي انا اشوفه هو الصعب. المنزل لو انت من تدخل راح تتاثر بوايد كلام، يعني ناس راح تقول لك هذا طريق طويل، ناس راح تقول لك ما له مستقبل بالعراق، ناس راح تقول لك هو ابو المنزل اقوى شيء عنده بالعراق يشتغل املاك. أنا أقدر أختصر معتاد، فهو راح تسمعون هذا الكلام، ويقول لك أنا ليش داخل خمس سنين وسنتين أقامة سبعة، وأنا أتخرج عمري 35 36 أستوي نزلت الساحة. فهذا كل الكلام أنت راح تسمعونه. أنت إذا تريد تدخل منزل له هذا لازم أنت قرار تدخل لنفسك، يعني أنت جاي وأنت متحمل على فكرة مثل كحالة أي برانش، مثل واحد يحب الاوبرتيف مثل واحد يحب وزير الكومبوزيت وذني السوالف الاستاتيك وهذه مثل اكو يعني في بنات يحبون السوالف الاستاتيك وترس وفلر وما اعرف شنو. فكل من هو عنده فد شيء وطموح او هدف يريد يوصل له، كلام الناس اصلا اللي تهتم له هذه ديد بيدك وما اعرف شنو وهذا الفرح خطر. ليش بقيه الفرح هي مخاطره؟ مثلا انت حتى لو تدخل عنده ممكن يصير عندك فيلر، ممكن راح يصير بالبيت وديسكمفورت البيشنت وممكن تتطور وتصير. فماكو شيء بالطب اسمه هذا برانش مو خطر وهذا، ممكن تتراوح النسب صح تتراوح، لكن احنا انت ضمن فيلد تتعامل ويا هيومن واي شيء يصير بيه مستيك وراح يضرك. فانت لازم تكون من داخل هذا البرانش، لازم تكون عن درايه فاهمه، لازم تكون عن انه انت جاي عندك هدف وتريد توصل له. المختصر مال هذا الكلام كله انه انا قاعد اقول لك يعني الكلمات الرئيسيه اللي اريد اروح عنها انه انت من يعني تقدم على هيك اشياء اهدام
المنزل اللي هو سابقا كان يعتمد على المعدل، سابقا كان معدل يعني كان يعني قبل خمس سنين ست سنين كانوا يعني هم يجون للاطباء وراء التدرج الممارسين يقولون لهم تعالوا سجلوا احنا عندنا ريفكت بالبرانش، يعني كانوا هم يفترون عليهم المستشفيات. اغلبهم كانوا يدخلون منزل له ولا زالوا يدخلون منزل له حتى يحصل يعني حتى ياخذ شو احنا نسميه سيرتيفيكيت. هسه يدخل منزل له على سنتين اقامه يقدر ينسحب ويروح يصير سينيور بالتخصصين، يصير سينيور يعني بوحده الاورال سيرجري. اغلبهم يدخلون هيك حاليا يعني ما يكمل بورد. انت ما تدخل منزل له يعطيك سنتين تشانس اللي هم الاقامه القدمى. هذه الاقامه القدمى موجوده بكل فروع الطبيه، احنا صانوع بس بالمنزل له. فهاي الاقامه راح تشوف كيسات، راح تنزل خفارات، راح تنزل كولات، راح تمر عليك كل الكيسات. فكأنما هي فتره تحت التجربه. يعني انت بهالفتره تشوف روحك انه انت اهل لهذا الشيء. يعني مرات هوايه اكو دخول منزل له وهو يعني انا سامعها عن الاكبر من اللي دخلوا، كنت اساله اقول لهم انت ليش دخلت منزل له وبطلت؟ كنت اساله حتى كانوا عندنا يعني بنات سنيورين، اقول لهم ليش بطلت؟ وكانوا يقولون انه احنا شفنا كيسات احنا ما كنا نتوقع بهال يعني بهال يعني شو اسمه يعني بهال يعني دنجراس بهال بليد وهالفرق بس متوقع عبرنا منزل له دبل كاي واحد يحب المنزل له ويريد عمل ريسيرش سيرتي. بس مو يدخل يشوف الليمفوما، يشوف الكارسينوما، يشوف الار تي اي يعني ترافيك اكسيدنت، دول اللي يجون طاير السكال مالته المانديبل صاير هاي الصفحه اذا انا رايحه عين قالعه هاي يعني الفراكشرات الكومبلكس وما اعرف شنو طالع البون مال وجهي. المهم فيقولون احنا ما شفنا هيك كيسات انه احنا خلاص قلنا الحد هذا الحد احنا ما نقدر بعد نفوت هذا الحد. فيقوم بهالاقامه القدمى يكمل يقدر ينسحب يصير سينيور تخصص يعني يصير سينيور ماشي. فهذا كان اغلب الناس تروح اللي ما يحصل ماستر اللي ما يحصل دبلوم كان يقول انا اختصر حملنا على هي سكيه انا قضيها بالمستشفى وانزل كول كولين يعني انزل هالخفر او يجيب واحد مره واحده بالاسبوع فخلصت سنتين شلون ما كان وصير سينيور. لكن هاي النظريه بدت يعني الصراحه يعني ما تفيد اشوفها انا حرامات. يعني انت بهالسنتين ضيعت سنتين من عمرك كلش ما استفادت، بهالسنتين انت تقدر تختصرها بماستر او سيرتر وفاضي. ليش دخلت انت حد بنفسك وها بالماستر الوضع اقوى منك راح يصير ليش؟ لانه انت دخلت سنتين بالمستشفى قضيتها يعني عفوا للكلام يعني قضيتها نوعا ما تسخت انه انت ما راح تنزل في الميجر سيرجري، انت تجي تباول اقوى شيء تقدر تسوي سوشر يعني سوشر سكال سكين ما اعرف شنو. بس انت هنا ما سويت مثل بالماستر. ابو الماستر اشتغل امباكشنات اللورات الايتات، اشتغل امباكشن كناين، اشتغل دائما يجي من المستشفى، دائما يجي من المستشفى، يجي من الكليات، يجي من المراكز التخصصيه. فانت داريت اقول لك اذا تفكر تدخل مجزله وحتى تحصل سنتين اقامه تصير بيها سينيور لا تفكر احسن لك. ليش؟ راح ترجع للسينيور العفو راح ترجع للتخصصين ترجع لهم انت سينيور صح؟ لكن صدقني الروتيتر اللي يشتغل عنده معلومات اكثر منك، هذا استوى ناجح بالخامس وقارن منهج مال الدنتال والاورال سيرجري كله قارئ ويفهم شلون يتعامل ويا الايتات ويفهم شلون يتعامل ويا الامبكشنات. مو معين بالسينيور اللي خلص اقامتين مكسل له، لكن هم ما اتاحت الى الفرصه انك تتعامل ويا الايتات. تجي نعم تجي بس مو بذاك التركيز عليها. الايتات والامباكشنات هذا كله تحت الماينر سيرجري. ابو المجزله هو ميجر سيرجري يعني سيست فراكشر والفراكشر دي فورت 1 دي فورت 3 جماعتها كارسينومات ضمن سوالف الميجر الار تي اي جماعتها. فمو بحال يجي ايد وما اعرف شنو،
الوضع لا، راح انت تكون يعني انت تكون فيزيشن وليس دنتست، راح تكون انت فيزيشن يعني طبيب خلاص ودعت الاسنان، وراح تكون انت مسؤول على يعني الديسيجن اللي انت تختاره اللي انت تسويه اللي انت راح تمشي عليه اللاين. هذا بما يخص الاعراض الدوريه السبتيه، والسبتيه من كملت راح تتاح لك الفرصه انه انت تقدم بورد، والبورد عنده بالعراق نوعين، يا اما البورد العربي يا اما البورد العراقي. راح تسالني شو البورد العربي وشو البورد العراقي. البورد العربي هو بورد 5 سنوات حال حال البورد العراقي، الا ان البورد العربي يتعامل بالهيد والنيك فقط، جوست هيد ونيك سيرجري، معني بالهيومن سيرجري، ماشي؟ هذا البورد العربي. اما البورد العراقي فاول 3 سنين يتعامل بهيومن سيرجري، جنرال سيرجري ريكوايرمنت، مطلوب من عندك جنرال سيرجري ريكوايرمنت موجوده. مثلا انطيك مثلا على التونزيلايتس، هي ايش عليها بالاسنان؟ عندك ريكوايرمنت تروح شي تونزيلايتس، ماشي؟ عندك عندك روتات تصير بالكسور، يعني شعبه الكسور، شعبه الباطنيه، شعبه القلبيه، شعبه هذا بورد عراقي. لذلك البورد العراقي اصعب من البورد العربي. البورد العربي عندك تشانس تاخذه، البورد العراقي راح يكون صعب، يعني دراسته راح تكون حيل 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 صعبه، خصوصا انت راح تتعامل ويا سيرجريات ما مر عليك مثل الريوس، يعني تسمع الديب سيرجري ما اعرف شنو، انت اول مره تسمع به، يعني ما تعرف الاناتومي بهذا المكان اصلا. فالبورد العراقي راح يكون اصعب، شهادته اقوى من العراقي لوكالي محليا بالعراق. تطلع خارج البلد تروح تعادل البورد العربي، اذا تحصل تروح باي بلد عربي تقدر بدون معادله تقدر تصير سينيور. اتمنى وضحت الفكره اللي هنا ويا شباب. بس أكمل هاي الملاحظة الأخيرة شباب، البورد العربي هو فرصتك فيه أكبر تحصلك، يعني تقدر تحصل البورد العربي فرصة أكبر. بس خلي ببالك إنه أنت بالسنة الأخيرة تروح تمتحن في دولة عربية، ممكن قطر، ممكن مصر، ممكن الإمارات، ممكن السعودية أو الأردن أو الدول المنضمة للبورد العربي مثل الاتحاد الأوروبي. فالدول اللي منظمة للاتحاد العفو للبورد العربي تبدأ من الجزائر والمغرب وقطر وتونس، وأنت وحظك وين ما يصير امتحان الفاينل تاخذ جنودك ومحاضراتك وتروح تمتحن. فشوية صعب على البنات، شوية صعب نوعا ما البورد العربي، حتى على البنات بهم نقدر نسافر وبهم عنده التزامات في السنة الأخيرة وبهم ملتزم بيش وفي عياله. فأنت عندك البورد العربي لازم تسافر، ما يصير تمتحن بالعراق، لازم تروح خارج العراق. سنة من السنين صار مصر، سنة من السنين قطر، هاي السنة شوف وين راح يصير. هو يعني الاتحاد العربي يختار الدولة المنظمة مثل كأس العالم، الدولة اللي تتبنى انه سيناريو تحط لك، فراح تستضيف الدولة وتروح تمتحن بهذه الدولة، وان شاء الله تجيب شهادتك وتجي وعندك 3 محاولات. وهذا الكلمة محاولات أعتقد البيت يتربعين، مو متأكد من المعلومة بس أعتقد تمشي للولك عندك دور مثل ما إحنا بالعراق ندور أول وثاني وثالث، ومن الدور تحتك محاولات ترسل تعدل بالثانية، ترسل تعدل بالثالثة، الثالثة ثالثة أتوقع يعني سوري مو متأكد من المعلومة، لو رقم قيدك لو أنت بعد تحاول، بس ما أتوقع تحاول بعد خلاص يعني فينش. يكون 3 محاولات حتى البنود العراقي يكون 3 محاولات
سكوات، تقرأ كتب عن سكوات بالإضافة إلى أورال سيرجري مرحلة رابع مرحلة خامس جامعة بغداد. ذلك تقرأه وتدخل تنافسي. التنافسي تدخل يجيبون أسئلة متي تطيق أو شوفوا بأي مكان أو قاعد الدكتور دارب الموسوي اللي هي موجودة متي تطيق تمتحنون ويأخذون منكم الناجحين اللي ما ناجحين يقولوا لحاول هنا تقدر تحاول عشرات المرات ما عادي بإمكانك تحاول مرة عشرة إذا عقل بينك ولا هاي كيف تحاول مرة مرتين سبع مرات عشر مرات لأن ما تنقلوا ما عرفت المشكلة ولا تحاول بس هم راح يحددوا لك بعمر فوق ال 45 من يوصل إذا ترضي الرسوبات هذا شباب كله إذا ترضي الرسوبات خش راح تطلع تقاعد بحال برضه بعد أنت ما أعرف على شو تدخل فهم اللي ينطوا لك عمر يعني ينطوا لك عمر فوق ال 45 إنك ما تقدم لأن أكيد أنت إذا قدمت فوق ال 45 وراح تنقبل راح تدخل راح يعني تخلص فورت إن شاء الله شو وقت بال 80 عمرك مشكلة فما يصير يعني راح يخلونك راح يسوون لك في أقل رينج محدد أما قلت بورتا يديك محاولات يقول لك أنت هنا محكوم محاولات كلها ثانية وثالثة هذا في مجلس البورت وأنا راح أسمع الأسئلة كم شباب تفضل بلش بالسؤال اللي عنده سؤال شباب بس ما وعدني وحاول انت تشتغل بيه
موجود لكن سبعين دقيقة يعني بالنسبة للشباب حتى احنا بنلزم الكاري يعني نجيب الاسفنجة ومرات نسوي أكلوها فالطريقة اللي أبغى كلش حلوة حتى يختبرون البالغ أو السوتر شي يجيبوا لي يجيبوا لي اثنين شمعات شمعة هاي نشعلها نار وشمعة نشعلها نار ويثبتهم ويجيب لي خيط منها وخيط منها يقول لي ذن الخيوط اثنين مرتبطين اثنين مرتبطون إذا ما فلتت الشمعة أنت راح تصير سيرجي وإذا فلتت سوي محاولة أولى وثانية وثالثة هذا الشروع اللي احنا نجيبه من الخيط اللي احنا نجيبه من البيت ما شاء الله تسمع اليوم العراق كهرباء ونقول فنشغلها ونخلي بيناتهم قد خيط في الوسط بيناتهم ويعني راح يكون الطرف مالته سائل من كل وحده ونجي نشيت من شويه تيجن هنا نربطهم اذا وحده ما فلتت يعني اوكي احنا امورنا بالسيف سيف اذا فلتت هات لا يقول لا عيد مره ثانيه وثالثه هاي وحده جيبوا شو اسمه اكو بالمستنزلات الطبيه يقول لك الموضه المسوجه وجيب لك وياك ادوات مال المسوجه هو الندل الهولدر والندل والكيو فورسبس واشتغل دوي ترى السوجر يعتمد على الايد يعتمد على الممارسه مثل هي اي مهنه اي مهنه بالعالم تعتمد على الممارسه اذا ما تمارس فيها يعني ما تجواب اصلا لان احنا يعني يمكن اكثر اطباء احنا نشتغل بايدينا يعني سواء كنا بالاسنان او حتى بنزلوا هواي هواي محتاج يعني سكيل مهاره ايش قد ما تسكن ايش قد ما تسكن ايش قد ما تجي بايدك ترى تترفعون انه احنا علمنا الجامعه احنا تعلمنا بالمراكز التخصصيه قد ما شفنا كيسات شو نتعرف على الكيسات خصوصا اللي هي بيتها نجي نسوتها ايش قد ما نقدر قدر الامكان احنا وصلنا للتخصص واحنا بنعرف نسوتها لان احنا جايين من الكليه ما يعني حتى لا تستلم كيس كيسين ما راح تتعلم فقمنا نجيب قشور برتقال قشور عمان هاي السوالف مال الشمعات ايش قد ما تقدر نجيب يعني هو انت خليه يكلمك باكيت وفد يوم جمعه بده عندك عطله خصوصا لو متعينين هذه عطله نص السنه سوتر حتى ايش قد ما تقدر ايش قد ما تقدر سوتر بس ايدك تاخذ على لأن النيدل هولدر انت بعد يعني ما راح تعرف خصوصا اللي هو انترستنج بالسيرجري هذه جانب السوتر خلينا نجي للسوتر السوتر كديفاين بسيط هو ابروكسيميشن للاوبن بارت اوف ذا ووند يعني شنو ابروكسيميشن تقريب الاوبن بارت اوف ذا ووند من صايره مفتوحه احنا نجي نسويها ابروكسيميشن وانتهت القضيه هذا السوتر الجنرال وليس الاورال سوتر اي سوتر هذا التعريف مالته نسوي ابروكسيميشن للاوبن وورد للاوبن بارت او مارجن اوف ذا وورد السوتر السوتر هو شنو فائدته ليش احنا بنسوي سوتر اصلا السوتر له فائدتين له فائدتين اللي هي عمليه يا اما تكون فانكشنال يا اما تكون استاتيك جيد يا اما تكون فانكشنال يا اما تكون استاتيك هسه مرة علينا نسوي فانكشنال دا حصل وظيفة عن حصل وظيفة يوم ستيت أوقف البريدنج مرة أسوي سوتشرنج استاتيكالي مثل ايش مثل البلاستيك سيرجري الرينوبلاستي مقص الجفون وما أعرف شنو هذه السيرجريات هذا اللي احنا اللي نسويها بالبيت يلا هذا كله استاتيك أو نسوي أو مرات نسويها بالأبدومينال أو مرات نسويها في المناطق الاستاتيك بالنيك اي اماكن من نسوي ثيرويدوني هل نحتاج استتيكال فاحنا السوجر الجنرال هو فانكشنال غرض منه ومره يجي غرض منه استتيك احنا بالاورال سيرجن نحتاج الاستتيك فنبعد عن الموضوع ليه احنا نحتاج انها فانكشنال انا اعزز التوز واريد ازيد مكانه انا فتحت بلاك واريد اسوي بروكسيميشن لان اذا ما تسوي بروكسيميشن البول راح يبقى اكسبوجر من يصير البول اكسبوجر راح يصير عندي نكروتك البول راح يصير عندي انفكشن وباس وممكن يصير عندي سيكويستر لا سامح الله اذا صار عندي بول نكروس فاحنا نجي ايه دكتور عفوا وياي
عندك يا ماما؟ تمام. فاحنا نجي هسه نسوي ناخذ السنجري يا عمه فانكشنال يا عمه استيتيكالي، قلنا الاسم لكن بعدين نجي ناخذ الفانكشنال. هو شنو وظيفه السنجر؟ شنو العباره اسمها السنجر؟ مثل ما قلتلكم السنجر اول شيء هو ديكريز ذا انفكشن شانس، يقلل الانفكشن. انا جيت فتحت وورد وبقت الفلابات مفتوحه، بون طالع، السوكت طالع، الاديسن تو طالع، فايتال ستركتشر طالع. انا ممكن يقال المكان مال اورال الفود ستيجنيشن والفود امباكشن ممكن يسبب لي انفكشن بالفايتال ستركتشر، ممكن راح يصير انفكشن وبليفريشن وراح تنتهي بسلاتس وباس وما اعرف شو. هذه المضاعفات اللي راح تصير. زين هنا انا قللت الانفكشن. رقم اثنين انا اقلل البون انفكشن، ارجع التشيو اغطيه للبون، اغطيه ارجع اللاين ابيثيليا على التشيو واغطيه واقلل نسبه الانفكشن. اهم وظيفه للسوجكر هو يحافظني على البلود فولوم اللي موجود بالجسم. يعني شنو؟ ديكريس بلود لوس. ما يصير عنده بلود لوس يعني شنو؟ اذا حصل هيمو ستيت، أريد أحصل هيمو ستيت فأسوي سوجر. والسوجر بأنواع، بإنترميديت سوجر، بالكونتينيوس، وهواي أنواع. أنا ما راح أشرحلكم بهواي أمور، راح أديكم الأشياء المختصرة. فهسه هذه وظيفة السوجر. زين واحد يسأل يقول السوجر منين مصنوع؟ طبعا هو السوجر عباره عن خيط ومتصل بالنيدل. انت مو النيدل تروح تجيبه وتجيب خيط وتشدها، لا، اول شيء تفتح الباكج يطلع لك نيدل ويا سوجر. زين المكونات شنو؟ شنو المكونات؟ المكونات نجي من السوجر، نجي للسوجر. السوجر الخيط مالك بانواع، منين مصنوع؟ اول شيء هو شنو انواع؟ الانواع مالته شنو؟ ريزربل نون ريزربل، واحد يذوب واحد ما يذوب. الريزربل سوجر في طب الاسنان نادرا نستخدم، يكاد ان يكون معقول. ما الان يجيني بيشت واخلينا ريزربل، وهذا الريزربل راح يكون فيري فيري ثين، يعني مال اماكن ديب، مال اماكن مال ابدومي، مال اماكن مال فاشيه. يعني مو اجي اني يعني فاتح الجنجفه وهذه فير مات واخليني اتركه وطلع باب العياده وقاعد، لا، مال اماكن دي، مال ابدومين، مال عمليات الهارت وجماعتها، انه اني في اماكن ما احتاج اسوي سكندري اوبريشن، فاسوي له ريزربل سوتشر. اماكن او حالات انا ما اتعرض البيشن الى سكندري اوبريشن، فاجي اخليها ريزربل واخليها هي تطيب وحدها، لا اجي افتح من جديد هم على السيدز وافتح الفلاب واجي اشيل وارجع واخيط، لا، انا ما احتاج اي سكندري اوبريشن، استخدم ريزربل. اذا ريزربل وين؟ وي دونت يوز او نيد اني سكندري اوبريشن. ما نحتاج سكندري اوبريشن، رقم واحد، بالاماكن الفيري دي او التشيو دي استخدم ريزربل، وهذا ريزربل نقول له روح الله وياك ناخذ النون ريزربل اللي احنا يفيدنا في طب الاسنان. الريزربل سوشر، اذا هاي الانواع الرئيسيه مالته ريزربل نون ريزربل، سقطنا ريزربل اللي احنا فيبقى عندنا النون ريزربل سوشر اللي احنا راح نستخدمه. شو المكونات نون ريزربل سوشر؟ مين مصنوع؟ شو هو السوجر اصلا؟ السوجر بي نوعين، بي السلك وبي النايلون، سلك وبي نايلون. هاي النوعين الرئيسيين مال ريزربل، مال ريزربل عفوا، الانواع الرئيسيه مالته السلك والنايلون. هاي من موست كومن يوزز ان اورال سيرجري. شنو السلك وشنو النايلون؟ السلك هو عبارة عن مادة
مصطلح الدار تجي تسميه ضفيرة، ضفيرة ناعمة عبارة عن سنترات قاوي واحد على الثاني واحد على الثاني واحد ومنضينك سد ماشي منضينك سد. يعني انت لو تجي تباوعلهم والدق مين راح تلقى هن عبارة عن فوض منفوفات بالعكس وصايرات وصايرات عبارة عن سوجات. فهذا هو السلك يعني مونتفلانت راح يكون عبارة عن ضفيرة صابعينها ونطلقون ومنطقة سلك بالأضرع خيط. هذا هو السلك. انت من قلت لك سلك اكيد راح يتبادر ذهنك انه راح تقول هذا السلك هذا ما دام في ضفيرة وما اعرف شنو هذه هذا بيتك. والجواب الصحيح هو اقوى من النايلون. يعني شنو هذه احداث سكندري اوبريشن يلا اشيلها هذا بيتك هذا سلك بامكانه يبقى الى فتره اطول يلا ان شاء الله. فهذه احتاج من البيشنت من اسبوع الى اسبوعين يقول لي يا ابي ارجع لي دار 20 اذن واذا ما بقدر هذا راح يذوب واذا ما لا راح يجمع لك وراح 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 راح يسوي لك انفكشن. زين شنو الادفانتج مالتي؟ الادفانتج مالتي هو ايزي ايزي يوز سهل. انتوا هسه يمكن حضرتكم الاطباء يمكن نوع من انواع السوجر اللي هو سلك اللي هو ايزي تو يوز اقدر استخدمه اقدر اقصه اذا ما عجبني ادده واجيب واحد غيره واقدر استخدم لفين واجيب قوي واقدر ما اعرف شنو وبعد في ايدي مع الديسكيل يعني ما اقدر اشده قوي يعني عفوا اقدر اشده قوي اقدر اقطعه ما اعرف يعني احنا هذا نقدر نستخدمه ايزي تو يوز النايلون ما تقدر انما لازم تكون كلش ايدك سكيلدي يعني كلش كلش يعني كلش عندك مهاره قويه لان هو نايلون تعرفه تمودك وخصوصا انت اذا عندك اوبريشن تسوي في الساعه اللي طعمه عارف شنو راح يسترسك وتدبرش من يمك يعني تحتاج سكيل قويه لانه ما يتحمل مال اماكن رخوه ماشي. فالسلك ايزي تو مانيبوليت يعني احنا نقدر نستخدمه او ايزي تو يوز. بعد شنو هو فيري تشيب هو كلش تشيب. انا اروح لاي محل اقدر اشتري باكيت باكيتين كتب باكيت رخيص ومتوفر واقدر استخدمه بسهوله ويعطيني يعني النقطه الاهم مالتي والمرتكز مالتي هو اني اقدر استخدمه بسهوله عادي. انا هسه من اجي اقول لكم يا شباب طلعوا اسوي لكم ديمونستريشن اخليكم تستخدمون السلك سوشر. ليش؟ واحد بعده يقرص، واحد بعده مستجير، واحد يعني جاي يعني يجوا لا السلك بسرعه يعني يريد يجيبه من النار ما عجبه يسوي من النار يريد يقصه يريد ما اعرف شنو على رايي انا براحتي يعني شنو يقدر يستخدمه بسرعه وسهوله بالاضافه الى انه هو انا من اسوشر البيست واخليه انا راح السلك احتاج الى سكندري اوبريشن حتى اشيله. لكن السلك يعاق بديس ادفانتج هو مو مصنوع من الضفاير. فانتم هسه راح تشوفون ذا من تنطقوا اذن بيشن تقول له راجع حتى اشيله لا راح يجي في نوعيه مزريه لا من الاكل ولا من البقايا مال الاكل هاي الضفاير يعني شكو شيء فوتج من وفي الوضع كلش مزري وما يعني هو هذا المعاق بال يعني بالسلك راح تجي توخر الفول كومباكشن راح تجي تنظف المكان يا الله توصل للسوجرات الا ليش يكون اللهم هو يعني مو نكلكت و24 ساعه يسوي لك ماوث ووش مع السؤال تعرفوا احنا يعني شويه للاسف ما عندنا هاي الاديوكيشن القويه ف كل الناس يعني المهم هو يذوب البقايا مع الاكل بهال يعني الضفائر مالته وراح يظل يجمع الاكل فهاي تعتبر ديز ادفانتج مالته. واذا البيش مجرد ثمن روحه وعافه يعني ممكن راح يصير انفكشن بالمنكرن وانفلميشن اذا البيش ما اجى او اذا البيش ثمن بنفسه فلازم احنا نسوي كونتاكت ويا البيش خصوصا اذا انه انت اللي راجع في العيادتك يعني لازم يكون لازم حتى لو تعرف تصل بي المفروض تجيبهم اليه ما تخليه. فهذا هو السلك الشباب هاي الانواع الرئيسيه هاي اسئله الامتحانات ترى هاي الاسئله
أسئلة من الامتحانات من لا يفوتوا الامتحانات ومن لا يسكتوا فوتتكم من عليه إذا يريد يفوتين يعني مواضيع السوشة يفوتتكم منها من هاي الأماكن اللي هي توقع أو اللي هي شوي تحتاج تركيز يقول لك أنا اثنينهم عندي هم المنزربون ليش أستخدم السلك خب أستخدم الأيون أنت راح تقول لي هذا أرخص وما أعرف شو بقول لك خب الأيون شنو المشكلة؟ إنه ميسل فود يعني ميسل فود استيميشن ليش ميسل فود استيميشن؟ يعني ليش ذاك ميسل فود استيميشن؟ قلنا ذاك السلك هو ضفاير يعني ملتي انفليكت هذا مو انفليكت وحده خيط رفيق واحد لا ملفوف ولا عالي لا بينفاير ولا عالي فأنا راح استفاد من ذلك راح استفاد من لايلون ادفانتج اللي هو ميسل فود استيميشن هذا اللايلون استخدم اللايلون هو يسوي الفود استيميشن عالي اطمئن ما راح يصير انفكشن ليش؟ لان الاكل يتسحلق عليه نايلون يتسحلق عليه يريد يسوي استيميشن يتسحلق يفلت يريد يجلب ما يقدر يعني ما يمكن بيئه ما يمكن السيرفس الحين تقدر تكسر كل شيء سموث فما يقدر في بإمكان البيش تجيك وانا بدأت بسابيك بإمكان فيديك لي كل طبيف هذا هو النعيم لكن الأدوان العفو disadvantage أنه هو not fair ni attach النعيم مثل ما قلت لكم ممكن يفتح وطق ويعني ممكن الموضوع يرجع يفتح من جديد فهاي هي الفروقات الرئيسية أتمنى شباب يعني وصلتكم الفكرة ويا ريت مراجعات بسيطة عنها خلصنا السوشر وخلصنا من الخيط نجي للنيدل النيدل شنو أنواعها النيدل هو نصف هلال أو نصف دائرة أو 3/8 من الدائرة يا أما نصف دائرة 180 يا أما 3/8 من الدائرة يعني زايد شوية من الدائرة النيدل فيها cross-sectional بيها pointed وبيها reverse cutting يعني شنو مثل الفايل مال الاندو الفايل مال الاندو هم يلبي فلوتات تسوي لك cutting للوال النيدل نفس الشيء هم يلبي الريفيرس كاتنج وبيها انواع من الفيجرات الهندسيه جيومتريك بيها انواع من الفيجرات إذا تستخدم pointed البونتد شوية البنتريشن مالتها راح يكون صعب يعني شوية ممكن يسبب لك يعني تير ممكن يسبب لك فإحنا حتى مدرسون حتى أنا ما أدوخكم بالحجي والكلام الواية إحنا نستخدم الريفيرس كاتنج اللي هي تكون مثل المثلث مثلث ترعيل ولا يدخل بالتشو عبارة عن يعني شو نسميه هو قطع ثلاثي من ثلاث زوايا هاي زاوية القرار هاي زاوية القرار هاي زاوية القرار البونت بلاك يعني هي تجيك كلش مدببة وتخترق وكل ما دخلت كل ما يزيد الدايميتر مال النيدل يعني كل ما يزيد وكل ما دخلت كل ما زاد بيرفايتنج هذا هو البونت البونت بلاك مو بنستخدمه بعد نستخدم دائما الريفرس كاتون سيزلوب هاي ينقل دائما اكثر نيدل احنا نستخدمها هي الريفرس كاتون اللي تكون يعني قاطعه بشكل تريانجلر من الحواف الثلاثيه جنرال نوت عندي شباب ولا طولت عليكم جنرال نوت عن السوشر خلال اليوزز مالتي اولا من اللي تسوي سوشر انت عندك احنا مثل ما رجع التعريف مالتنا ابروكسيميشن تو بارت اوف ذا وورد شباب انا من اريد اسوي تقريب بذنبي الوردات الاثنين هذا وورد وهذا وورد اكيد انا عندي وحده اتاش ووحده تلعب مثلا بلعب توث البكر تجي بقامت تلعب واللينك والله بعيد عني يبقى ثابته مرات تصير العكس اللي دول تلعب والبكر ثابته يوجوالي او غير هاي الحاله لكن ده دول احنا القصد انه وحده دائما تكون تلعب ووحده ثابته وحيانا اثنينهم موبايل هم غير بس هي مصر مالي
منا من تدخل منا أحط إيدي تاخذ لي شكل الدائرة، شكل نصف الدائرة، يعني أنا مو أجي أثبت شنو أجرب أسوي لك، لا أجي أدخل وأحرك إيدي بشكل نصف دائرة وأسرع فيك. شباب هاي أهم شيء بالسوشر، أهم شيء بالسوشر. زين نرجع شوي، أنا قلت لكم تدخل من الموبايل بارت. زين شو وقت من تدخل من الموبايل بارت؟ من الإيد من النص من النهاية لحظة تترك لي تو من الأطلاقة وتدخل لي بيها، يعني تدخل من داخل وبعدك أنت ما سويت وسويت وتيرت وتنزل شوية وتيرت وتنزل شوية وتيرت وبعد ما صار عندك مكان، لا تدخل تترك من الأطلاقة وسوي بين ترايتك. ومن دخلت لاحظ إيدي من دخلت فاول حرك إيدي وأجيب من إذا قدر أسحب وأجي للثانية همية من أجي أسوي في التشيو أجيب التشيو فورسيس. شو التشيو فورسيس؟ التشيو فورسيس هو مثل التوزع على العالم مثل بالضبط، بس هذا ما رح يكون هيك يعني دايل، لا رح يجي عدل، يسمونه التشيو فورسيس. أجي أعني أسوي في هاي أجي ألزمها أجي ألزمها شوية ألزمتها هيئتها وأجي أسوجرها أسحبها بالبنديل الرودة وأجي أسوجر ثانية. ماشي شباب؟ هذا فيما يخص التكنيك. خلي أقولكم شوية الأنواع الرئيسية اللي أنا أستخدمها لرابط سيرجري وأنهي كلامي. أنت من تجي تدخل من البوكال أو تدخل من الفيشيال أسبكت، أنت مو دخلت راح تجي تسحبها بالنيدل بولدر وبعدين جبتها ودخلت باللندوة وجيت وسويت سوشرتها، هذا شو يسمونه؟ أنت دخلت باللندوة واحد وجيت للبوكال دخلت واحد، هذا يسمونه أنت ركبت السوشر. ماشي؟ إذا تدخل مرتين، مرات شو يصير؟ أنا بدخلة واحدة آخذ البوكال واللندوة، بدخلة واحدة أجيب هاي وأجيب هاي والاثنين من اسحبهم واسوشرهم، هذه يسمونه كونتينوس سوشر. الملاحظه وين؟ كونتينوس سوشر استخدمه من عندي مولتيبل اكستراكشن، عندي خالق سنترال لاترال كناين فور فايف وقالب واي اكثر من تول سيريال اكستراكشن، خلينا نقول هم من اقدر استخدم به الكونتينوس. اسف للقطع النت. الو شباب، هذا فيما يخص الموضوع السوشيال، هو شارف على المقاييس على اي سؤال عن الحال، وان شاء الله استفاديتم والله يوفقكم ان شاء الله. اي مواضيع او اسئله عندكم اياها ان شاء الله. بس يمتى اعرف ان هذا الكيس هو خلاص يعني يحتاج توتر يا اخي ضروري؟ انا في مكان انا التوز يعني في مكان من اي بلاكتوز احتاج توستيج، يعني مثلا بلاك 6 وهذا احتاج توستيج، وانت حسب الوان مالتك دكتور، حسب الوان مالتك. انا اترك بين سوتر وسوتر يعني 1 سنتيم يعني كلش كافي، او 1 سنتيم يعني انت تترك بين اخر، يعني حسب اللي انت تشوف تحتاج اكو بعد مفتوح، يعني انت هاي بعد تشوف يجوز تكون مرات يشوفوا شكل ثاني كبير يجوز صغير، فانت يعني انت تقدر هذا الشيء منيح، بس هو كذا وانت في العقول تحتاج توستج كلش كافي. دكتور اقصد انه شلون اعرف هذا اللون او السبت اللي عندي في كيس فورس مشا او ما في داعي اسوي ريسك؟ من عندك فلابك شو؟ يعني انت من شد الدوز وبقى فلاب، يعني بقى البول اكسبوجر لازم تسوي سوشا، فبقى تخلي بول اكسبوجر سوي حكينا عليه، لازم انت تسجل بول مالتك، يعني ما تخلي اي بول اكسترا يعني سايبي اكسبوجر، يعني يصير انتكتب البول راح يصير بيد بروكتي. السلام عليكم دكتور. دكتور
الفلوس والاتراك بده يقطع الفنيات. بس ما عرفت ان هذا وين يستخدم وهذا وين يستخدم، فاذا اعطيتنا بترند فتوضح لنا انه شو الفروقات في هذا وين يستخدم هذا شو نسوي له شو الاتراك شو ما بالزيت هذا شو هذا. انتربتد وكوتينيوس يجوز يبقى. الايودي فورم يحتاج هاي الفيديو حتى يوقف
الموقف اللي بيدك. فشو اسوي هذي؟ اضربه في جرحيز. اضربه في جرحيز. راح يسأل سائل شلون اضربه في جرحيز؟ انت سهل راح تطبل من الكورنرات. عندك من ليبيا من الدول من الدول من هنا راح تسوي ليها على شكل راح تسوي ليها في جرحيز. لكن خلنا نوضح فيها بشكل مختصر. ما اعرف ذلك اللي احنا شايفين من الفيديوهات القديمات ان كان عندهم كذا حجيه وين فلوسك تطلع لك ايش اكسرت ترى هذا المثال كلش وايتر على هاي الحاله قد تعرف تصب مع جرابه المهم من تجي تفتح حشيشه وضربتها هيك خلاص ولفتها على شكل مسويت ليه لفتها من هنا هو هذا اللي قاعد يسويه ضربت الزاويه على شكل لفتها بحيث جامع الافلام تجوع هالشكل هذا جامعتها هيك تسوي لها برزنتيشن في عملية كمبيوتر كان عندنا سمر يقول هذا الفلتر سموني يا سر جدتي تجوع مضبوطه لان شنو ضبط نفس المعنى الكمبيوتر حي على هذا انت تريد تلم من الفيروس يعني Thank you.
كل يوم. فشلون اتعامل وياه؟ طبعا انت اول ما راح تجي مكان الاكستراكشن راح تلقاه كله فوق دبريس، راح تلقاه فوق يعني عباد سمير، راح تلقاه واحد مدخن فوقه، طبعا تدخين خارجي يعني خصوصا من ديره الاكستراكشن تدخين خارجي يعني وحده يسبب لك دراج سكت بشكل فظيع خصوصا جماعه التاكيده يعني ما يرحم البون اصلا خصوصا يشبع بالبون وهاي البون كله كامل يعني كان ريوز وهافر سكن سيستم فياخذ بسرعه. اذا دراج سكت حتى نتعامل وياه نجي نسوي اريجيشن، نجي نسوي اريجيشن وعاده نسوي سكاتشن بالبون يعني طبعا نبنج البيشنت وشويه احنا شلون نسميها بالمصطلح الدارج شويه يعني البون شويه ابرشه شويه اخذ هذا الصوت يسبب لي الانفلاميشن شويه اسوي له التجريف. طبعا هذا الكلام ساينتفكلي موجود بالكتب لو اسوي تجريف للبون طبعا خارجيه ما اقدر اختصر على الاريجيشن بس انت يقول لك ما تسوي تجربة للبون، انت تستحق الشيل هاي الطبقة اللي صاير فيها انفكشن، بالاضافة إلى انه انت راح تحفز البليدنج السوكت ترجع ينتهي ويسبب لي يسوي لي شنو؟ يسبب لي كلوتايد والكلوت ايش راح يصير؟ راح يصير فايبرينوليتيك والفايبرينوليتيك ايش راح يصير؟ راح يصير عقاقع عند العين وفي الكونكتف تشو وبعدين تغلق. فانت سوي أو شيء تجريف بعدين ترجيشن وتضمن وهم تنطي تعليمات حال الإكستراكشن وتنطي طبعا أنالجيسك وبنتي بارتك للبيشنت. يفضل بالدراي سوكيت أو يفضل أيضا الدراي سوكيت مرات يجي نتيجة إكس راي بيشن طلع وأنت عندك إندو بالأنتيسيتيف إجيت طبيعة إكس راي كويس البيت رايز رايت ايونايزنج راديشن ات از كوزز ذا دراي سوكيت افتر اكستراكشن. فالايونايزنج راديشن ايضا تسبب لك دراي سوكيت. لكن الاسباب اللي دافع عندنا هي الفود من يدخل تدخين او يعني طلع يعني بين شوت وماي وعنس يعطيك التعليمات والاستراكشن اللي هي مطلوبه من عندك وخصوصا لما يشوف العراق حتى لازم تدع الديوان هو يطلع عيب من العياده يدخل عاد شكرا. اي سؤال بعد اسالوا اي شيء مسترجل انا لازم اضطر اخذ اكس راي لكن هو كساينتفك
عايز تقول مثل المعلومه اللي تقول مثل ميسي تلغي الاوكسيموري على كل بروفيل لان احدهما يطبق الاخر، هي معلومه صح موجوده لكن ذاكرها كتاب، لكن هي هنا اللي يقصد انت متى تقراها راح تقول ليس اعطي الاوكسيد والايبروبروفيل ليش وراح تمنع عن ليش لا اعطي انت بس بالكتاب ما ذاكر لك انه انت اذا تعطي هاي دوز من الاوكسيدين وهاي دوز من الايبروبروفيل يا رب يصير عندك هذا السايد افكت مو تقول شريط الاوكسيد وشريط الايبروبروفيل وواحد يثبط الاخر او يسوي عندك يعني فيت كومبليكيشنات الا اذا تعطي هاي دوز هي معلومة مذكورة بس هي معلومة غير شيء تفتل يعني in general إلا إذا هاي دوز جرعة عالية مثل الفلاجيل الممنوع على الحوامل يعني نجي قلت على الفلاجيل وقت الحوامل ما ندخل الفلاجيل بالحوامل ما لعين دخل لكن إذا تنطي هاي دوز من الفلاجيل ممكن يأثر على حمل لكن أنت إذا تنطي أي فلاجيل ما يأثر على حمل كالكلا لهم كتب ما قيم الفلاجيل يأثر على كانوا يعني تكلم كتب ما قدرت شيء لا باللي اسمه living coat اللي هو الفرمر حيث ولا غيره بس هو يصنف لك الأدوية كلاسي ويتكلمك على الانتراكشنات اللي ممكن تصير يعني هذه الحالات اللي احنا الكتاب يذكرها ويقصد بيها لسبب من الأسباب يعني لا توصل بها هيك يعني قصدي شكرا جزيلا للسؤال أي سؤال بعد؟ أدي أسوي الأفضل الأولى
هذا المنظار بس صوتي أدني هسه شو هو الدكتور فوته منه بعدين طلع عن نيده وفوته من الجهة الثانية. مرات إذا منه قريبات اثنين عشان وخصوصا أنت مشتغل كيسات سوء شر بواس شهادة فوته السوء جرة واحدة يعني مو تسحب النيده لعسى تفوته منه طلع سحب منه فوته ورأسه بخسر القسيجة بس كنت مسيطر على هاي العملية. إذا ما مسيطر الضح بتوصل إيدك منه تقوم تعتب هذا أتبي ومنه ما راح تفوته منه راح يطلع منه ويصير تيرينج منه. إذا ما ضبط العملية سوي هاي وهاي بعدين هذا يعني واحدة واحدة بس أنا قلت لي أكو هيك أوبشن دكتور العمدة كان ما شفته من جهة النيدل وتلزم الطرف عرفت لك انها جهة الخلف وتلزم النيدل
اللازمة؟ لا بالنص ولا كلش بالطرف لأن ما بنقدر نسيطر عليه. قل لك إنه المعصم ما تبقى يفتر مو وهي حركة النيدر حتى تتحرك مو تتجي عادة تطلع من الأمور. فليت إذا ترجع تلزم النيدر مرة ثانية من الهنة. يقول لك إنه الدف لازم يكون متساوي ومتقابلات إيش تو إيش مو تتأخذ واحدة متحركة عن الثانية لأن إيش راح يصير عندك يعني ما تتقابل الأطراف متساوية. يشوفون فيديوهات في شيء حلو وسهل بس انت تشتغل بايدك يلا ذاك الوقت تعرف يعني شلون بس العملية.